يعني راح تقدمه مقدمة ولا كيف؟ يا أستاذ روان نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا المساء الجميل، ونعتذر يعني ممكن تأخرنا عليكم قليلا ربع ساعة بسبب توقيت الصلاة، يعني وقت إقامة الصلاة كانت 12:30، فيعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله لعله فيها الخير والبركة. الموضوع يعني مثل ما رأيتم في الإعلان هو عن مهارات بناء شخصية الطفل وزيادة تقدير الذات لديه. كما تعلمون أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها المربين المربيات، من أهم الأمور التي يسعى إليها كل مربي أن يبني شخصية الطفل من جميع الجوانب، وأن يؤسس هذه الشخصية وأن يؤسسها خير تأسيس، حتى إذا ما كبر الطفل وأصبح بلغ أشده وهو مميز في الجانب الإيماني، في الجانب العقلي، في الجانب الجسدي، في الجانب الذاتي. فهذا الأمر يكون دائما شغل دؤوب منذ الصغر حتى نصل إلى هذا الأمر بإذن الله تعالى. طبعا قبل ما يعني نكمل ونبدأ، أحب يعني أن أنبهكم وألفت نظركم إلى شيء. سيكون الوقت بيني وبينكم، نصفه لي سأتحدث، وبعد ذلك سأجعل الحديث يعني منتصف الوقت هو إجابة على استفساراتكم ومداخلاتكم. ستقوم يعني تقوم الأخوات إن شاء الله بتدوين أسئلتكم، فمن الآن اللي تحب يعني مثلا عندها استفسار، عندها تساؤل، عندها إضافة، ترسلها للأخوات وهم سيقومون بإذن الله بتدوينها، ثم أتوقف ونعلق بإذن الله تعالى على هذا الأمر. طيب، تقدير الذات أو بناء الثقة لدى الطفل، كيف يعني أصنع طفل واثق من نفسه يقدر ذاته؟ هذا أمر في غاية الأهمية، ويحتاج أن نعيه، لأن الثقة بالنفس وتقدير الذات إذا غرسناها في الطفل منذ الصغر وتربى الطفل عليها، فتربيته تكون أسهل، شخصية الطفل تكون أفضل، هو بعيد عن الأمراض النفسية، هو أقرب للإبداع، للإنتاج، هو نافع لنفسه ولأسرته ولمجتمعه ووطنه. أما إذا فقد الطفل الثقة بالنفس واهتزت شخصيته، فسيتعب هذا الطفل، وهو طفل وهو مراهق وهو كبير، وسيتعب أسرته وسيتعب من حوله، وهذا من الأشياء التي لا نريدها لأبنائنا ولا بناتنا. فالأسرة التي لا تهتم بأطفالها، لا تعطي الطفل الاهتمام الكافي، الاهتمام وتلبية الحاجات من اهتمام نفسي، حب وحنان وعطف واحترام، يعني إعطاء الطفل الاحترام الكافي منذ الصغر، فهي تساهم في إضعاف شخصيته. كذلك الأسرة التي لا تعطي الطفل الاستقلالية منذ الصغر، إنه يستقل، إنه يلبس يعني الأغراض بنفسه، يأكل بنفسه، يعبر عن ذاته بشكل جميل، هي تضعف شخصيته في المستقبل. كذلك الأسرة التي تبالغ في إعطاء الطفل اهتمام زائد، يعني مبالغة، فهي تساهم في إضعاف شخصيته وتجعله طفل مدلل. الأسرة كذلك التي تحرم الطفل من تحمل المسؤوليات في كل مرحلة بما يناسبها، هي تساهم في إضعاف شخصية هذا الطفل. هي تساهم الصوت واضح إن شاء الله. الأسرة التي لا تثني على الطفل وتوفر له المهارات الكافية، يعني تكسب الطفل المهارات العلمية، الثقافية، الحركية، المهارات الاجتماعية
بشكل كافي هي تساهم في إضعاف شخصية هذا الطفل وجعله طفل مدلل ضعيف الشخصية. لذلك اليوم بإذن الله تعالى إخواني أخواتي، أكيد لديكم تساؤلات، يعني تتساءلون تقولون طيب أنا كيف أعرف أن طفلي يعني يثق بنفسه ولا ما هو واثق من نفسه؟ كيف أعرف أن طفلي يقدر ذاته ولا ضعيف التقدير للذات؟ تمام؟ هناك بعض الخصائص سأتحدث عنها بشكل يعني موجز وشكل سريع للطفل الذي يقدر ذاته والذي ضعيف التقدير للذات. إذا رأيتها أيتها الأم في طفلك ووجدت أن الأكثر الصفات التي سأذكرها موجودة في طفلك، فاحمد الله سبحانه وتعالى وواصل البناء والتربية بشكل صحيح. إذا رأيت أن طفلك لا والله عنده الصفات اللي نقصت تقدير الذات أكثر، فعليك أن تتداركي وأن تعيدي طريقة تربيتك لطفلك. مثلا إذا رأيت طفلك يفخر بإنجازاته، يعني يرسم رسمة بسيطة، يحل الواجب، يلبس لبس جديد، أي شيء يعني من الإنجازات، يا ماما شوفي أنا إيش سويت، شوفي شكلي يا ماما، شوفي كيف أنا رسمت الرسمة هذه بنفسي، أنا استطعت، هذا دليل يعني من الإشارات إنه الطفل واثق من نفسه ويقدر ذاته، ولذلك هو يعرض صفات التميز للآخرين بدون أي خجل وبدون أي تردد وبدون أي خوف. وفي المقابل لو كان الطفل إذا رسم رسمة تلقاه يعني خائف، لا يريد أن يريها الآخرين، يدخلها وراء ظهره كذا، يمشي مطأطئ الرأس، فهذا دليل على أنه هناك اهتزاز في الشخصية لدى الطفل وضعف، فيحتاج أن نتدارك الأمر، يحتاج أن نعيد النظر في هذا الطفل لماذا يفعل ذلك. لأنه من عادة الأطفال وبراءة الأطفال أنهم يحبون أن يرون ما لديهم، يعني جاب لعبة جديدة يحب يفكها يوريها، رسم رسمة يا شوفوا رسمتي الجميلة، حفظ أبيات شعرية يجي يلقيها على الآخرين، فهذا يعني مؤشر يحتاج إلى أن ننتبه له. أيضا إخواني أخواتي الآباء والأمهات، إذا رأيت طفلك يعني يتمتع بالاستقلالية، يحب أن يعتمد على نفسه، يعني دائما إذا جاء يقول لحظة يا ماما أنا أوريك أنا أسويها بنفسي، ويفرح دائما يقول شوفوا كيف أنا عملت هذا العمل وحدي ما حد ساعدني فيه، هذا مؤشر على زيادة الثقة بالنفس وقوة الشخصية. أما إذا رأيت الطفل دائما يعتمد على والديه ويخاف ما يقدر يسوي أي عمل إلا لازم يستشير الأم أو يستشير الأب أو يسأل صح ولا غلط، يعني ما يستطيع أن يواجه الآخرين، فهذا دليل على اهتزاز الشخصية ويجب إعادة النظر لماذا الطفل يفعل ذلك، يعني بسبب الطفل، يعني ننتقد الطفل بكثرة فيخاف ما يقدر يورينا عمله لأنه يخاف أن احنا نقول له والله غلط هذا العمل، بينما الطفل اللي في أسرة تشجع وتعرف أن الطفل قد يخطئ وطبيعة النفس البشرية تصيب وتخطئ ويشجعون الطفل حتى إن أخطأ، معليش والله ما شاء الله أنت قمت بعمل رائع وفي المرات القادمة راح يكون أحسن، لكن بعض الأسر يقولون لا والله أنت فاشل أصلا وأنت خربت الشيء الفلاني وأنت أخطأت، فالطفل يخاف مرة ثانية إذا أراد أن يقدم عمل للآباء والأمهات تجده يتردد، يمكن ينقدوني، يمكن يهزئوني، يمكن يتكلمون علي، فهذا يعني مؤشر لضعف الشخصية. أيضا من العلامات إخواني أخواتي، الطفل الذي يقدر ذاته يمتلك التأثير، يعني هو مؤثر في غيره، إن ذهب مع الأصدقاء في الملعب هو من يعني يقود التقسيمة حقة اللعب ويقول لهم دعوني أريكم أشياء جديدة تعلمتها، يعني عنده قدرة إنه يعلم ويريد أن يعلم الآخرين بالأشياء الجديدة التي اكتشفها. لكن الطفل الضعيف الشخصية ضعيف التأثير في الآخرين، حتى لو كان عنده أشياء يعرفها وحافظها وكذا لا يبديها أمام الآخرين خوفا من النقد، دائما تلقاه يعني يخاف ويخاف من نقد الآخرين له. أيضا يا إخواني أخواتي من العلامات
ها في صوت الآن، رجع الصوت صحيح؟ ها يبدو رجع الصوت. ها في صوت نكمل؟ ما أعرف. أيوه تقول الآن في صوت. يا ليت تردون علي مباشرة يا بنات، لأنه أنتم بعد قليل تعرضون علي الأسئلة. مباشرة ردوا علي في صوت ولا لا، عشان لا ينقطع الاتصال بالآخرين، الله يحفظكم. إذن الطفل الذي يعني من علامات تقدير الذات لدى الطفل وقوة الشخصية وقوة الثقة بالنفس، يعبر عن المشاعر. كيف يعني يعبر عن المشاعر؟ كيف؟ المشاعر 4 أنواع. هناك مشاعر إيجابية، مشاعر فرح وسرور، ويعبر عنها الإنسان في وقت الفرح والسرور بكل بساطة وبكل أريحية وعادي أمام الناس، ولكن باتزان، لا نبالغ ولا نخفيها. 2، هناك مشاعر حزن. قد يحزن الإنسان، يعني يمر بحزن، يمر موت قريب، أو مثلا يفقد شيء معين. فالتعبير عن الحزن بطريقة متزنة، هذا يعتبر من مظهر من مظاهر قوة الشخصية وتقدير الذات. الحياء، أحيانا الإنسان يستحي بعض الأمور فيبان عليها الحياء عادي، يعني مو في مشكلة. الخوف، إنه الإنسان يخاف. الغضب، انه مثلا يغضب الانسان عادي، يبان يظهر عليه الغضب ولكن باتزان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم تقول عن عائشه: كان اذا فرح اساريره تبرق، يبان على وجهه الفرح، اساريره تبرق من الفرح. واذا غضب يعني يحمر وجهه ويرفع الصوت، وكانما فقئ في وجهه حب الرمان من شده الغضب، يعني عادي يغضب لكنه باتزان. إذا استحيا أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في حياء ويبان عليه الحياء إذا مر بموقف محرج أو كذا. إذا حزن، لما مات ابنه إبراهيم تدمع العين، يعني ما قال لا ما أبكي ولا أتأثر، يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نحن نريد أن نربي ابننا وبنتنا على أن يعبر عن مشاعره بشكل طبيعي، لا تكبتون مشاعر الطفل. إذا شفتي طفلك يعني غضبان ويعبر، بس يعني دربيه كيف يضبط نفسه، ما يروح يكسر الأشياء، ما يضرب براسه مثلا في مكان آخر، لا، يعني كيف نخلي الطفل يفرغ مشاعر الغضب بطريقة طبيعية وبطريقة عادية. كيف يعبر عن الفرح لما يعني تعطون ابنكم هدية، يا الله هدية ما شاء الله الحمد لله، يعني نجح في الاختبار، يعبر. جميل جدا التعبير عن المشاعر، لا تكبتوا المشاعر، وعلموا أبنائكم وبناتكم التعبير عن المشاعر، فهي نوع من أنواع قوة الشخصية والثقة بالنفس. طيب، من علامة، طيب، وفي المقابل الطفل الذي لا يقدر ذاته وضعيف التقدير للذات وثقته بنفسه مهزوزة، ما يعبر عن مشاعر، لا فرح ولا حزن ولا حياء ولا خوف ولا غضب، يعني دائما تلقاه وسط. تعطيه هدية كيفك عادي، توديه مكان جميل، كيف الجو، كيف المكان، يلا حلو تمام. يروح مثلا يسافر أبوه لأمه، كيف الحمد لله، ما يعني يتأثر ويظهر مشاعره. ليش؟ لأنه يخشى من ردة فعل الآخرين، يعني دائما يهاب الناس، ايش بيقولون عن الناس، ايش نظرتهم لي، يخاف انهم يقولون له انت تخاف، انت ما فيك، انت ضعيف، او يقولون له مثلا انت فرحان ليه، وش الموضوع اللي حصلت عليه، عادي ما يستاهل فرح. لكن الطفل الذي واثق من نفسه عادي، لانه اصلا تعود في اسرته يعبر بشكل طبيعي، فنعود ابنائنا ان يعبروا عن مشاعرهم الطبيعية بشكل عادي وبشكل طبيعي. طيب، من علامات تقدير الذات والثقة بالنفس إن الطفل يقبل على الخبرات الجديدة بإيش؟ بحماس. أنا بكرة راح أروح النادي وأتعلم السباحة، فرحان إنه راح يتعلم السباحة. البنت تجي تقول والله بكرة عندنا درس جديد في الرياضيات، بتعلم القسمة، يعني أي خبرة جديدة تلقاه
فرحان إنه رايح بيتعلم هذه الخبرة الجديدة، بينما الذي لا يثق بنفسه تلقاه دائما مهزوز وخائف. من علامات أيضا قوة الشخصية وتقدير الذات تجد الطفل يحب التحدي وجاهز للتحدي، ولو جاء المعلم وقال من يتحدى؟ أنا يا أستاذ. من يطلع عندي لغز أو لعبة جديدة؟ أنا يا أستاذ أنا جاهز. بينما الآخر تلقاه دائما يحب يكون في الظل، ما يحب التحدي، ما يحب يعني مثلا يعني يهاب الأمور، يقعد يفكر كثير مرات، بل أحيانا يطرح رأيه اللي ضعيف الشخصية ثم تسأله يعني على طول يتراجع عن الرأي، بينما الآخر يمكن يطرح رأيه وعادي حتى لو طلع خطأ يعترف بالخطأ ومو مشكلة أني أخطأت. هذاك لا يريد أن يخطئ لأنه ما يحب ردة الفعل، حساس جدا ودائما تلقاه يهاب ردود الأفعال. لو أعطيت لغز للطفل أو الإنسان اللي واثق من نفسه وقوي الشخصية تلقاه كل ما تتعلمه باللغز يقول لك لا لا لحظة انتظر شوية خليني أفكر، عنده أمل أنه يحل هذا اللغز، عنده يعني واثق أنه ممكن أجيب هذا اللغز. لكن الطفل الآخر ضعيف الشخصية وضعيف الثقة بالنفس إيش أخي الله أعطينا بس اللغز بسرعة، والله أنا متأكد أني ما راح أجيب الحل. وهذا حتى عندنا الكبار يعني تحصل مثلا تلقى الإنسان هو مسلم يعني كذا دماغه وعقله كذا إني أنا ما أستطيع إني أحل الأشياء الصعبة، أنا ما أقدر أصلا يعني أواجهها. أيضا من علامات ضعف الثقة بالنفس تلقى الإنسان دائما يرمي الأخطاء أخطاءه على الآخرين، إذا أخفق في الاختبار إيش يقول؟ الأسئلة كانت صعبة، المعلم زود الأسئلة وصعبها، إذا فشل في اللعبة قال الحكم غلطان، أصلا الحكم ما أنصفنا، دائما يجد أعذار للأخطاء، ما يحب يعترف بالخطأ. بينما الطفل أو الشخص اللي واثق من نفسه أو من الأشياء اللي عنده عادي إنه يعترف، والله أنا صح ما جاوبت في الاختبار لأني ما ذاكرت زين، والله لكن إن شاء الله المرة الجاية راح أذاكر، والله هم يستاهلون الفوز، يعني الحقيقة إحنا اجتهدنا ما قصرنا، لكن هم كانوا أفضل، هم حصل كذا، تلقاه يعطيك المبرر الحقيقي. ليش؟ إنه واثق من نفسه، عنده استعداد يعترف بالخطأ، عنده استعداد إنه يعتذر، لكن الآخر ما يعتذر أبدا. أيضا تجد الشخص اللي ضعيف الثقة بالنفس دائما يشعر بالعجز، يعني مستسلم يعجز ما يستطيع إنه يواجه، مطأطئ الرأس، لكن هذا تلقى رافع الرأس إذا سلم على أحد تلقى عيونه في عيون الطرف الآخر مبتسم، هذا لا عيونه نازلة تحت مطأطئ الرأس، هذا يمشي كذا ما واثق من نفسه يعني بشكل طبيعي. تمام؟ أي أسئلة يا أخواني أخواتي؟ طبعا أكيد المنظمات راح يكون مجهزينها ويطرحونها بإذن الله تعالى، أنا لن أطيل حتى أتفرغ للأسئلة التي ستطرحونها لي بإذن الله تعالى. طيب، من الأشياء التي يعني من علامات الطفل اللي ثقته بنفسه ضعيفة تلقاه يتأثر بالآخرين، ليس له رأي مستقل، إمعه يعني تلقاه ممكن كان يصلي في المسجد كل يوم بس جو عيال خالته من مكان أو عيال عمه وقال لهم يلا بنروح نصلي، قالوا لا لا خلنا بعدين نصلي، جلس معاهم، يعني تلقاه دائما ما يستطيع، تلقاه في شيء ما يسويه، خطأ أصلا لا يمكن يفعله، فمجرد ما يأتون الآخرين ويرغمون يفعل معهم الخطأ. ليش سوى هذا الخطأ؟ قال والله هم فعلوا كذا وأنا معاهم. طبعا هذه إذا تكررت من الطفل، لأنه قد تأتي من الطفل حتى قوي الشخصية مع المجموعة ممكن يفعل أخطاء، بس أقصد إذا كانت ديدنه لا يستطيع أن يقود يقول لا، قوي الشخصية أحيانا يستطيع أن يقول لا، يستطيع أن يعني يعبر عن رأيه بكل وضوح وبكل صراحة. تمام يا أخواني أخواتي؟ طيب هذه يعني بعض العلامات اللي والأفكار اللي جات في بالي الآن للطفل الذي يثق بنفسه والطفل الذي ضعيف التقدير للذات. يعني أنتم الآن يا أخواني أخواتي كل أحد تفكر كيف طفلك، هل عنده الأكثر من الأشياء اللي قلتها إنه الأكثر علامات ثقة بالنفس ولا الأكثر علامات ضعف ثقة بالنفس؟ لو وجدت علامة مثلا أو علامة عادي مو مشكلة، لا تحكمين على طفلك مجرد إنه وجد عنده شيء من الأشياء اللي قلتها، لكن إذا كثرت العلامات فهذا مؤشر على أن الطفل ضعيف شخصية، وإذا كثرت العلامات اللي فيها ثقة بالنفس عالية فالحمد لله الطفل يعني ماشي تمام ويحتاج إلى رعاية حتى يكبر وهو بشخصية قوية بإذن الله تعالى ومميزة. ترى يا جماعة الطفل اللي نربيه تربية يعني تخيلوا الطفل هو صغير مثلا يحبي،
ثم يجي يمد يده، هو بيستكشف الأشياء. فنضرب يد الطفل، الطفل يشعر إنه إحنا ما ضربنا يد الطفل، ضربنا كبرياء الطفل، يعني شعر كده بالخوف، يعني يخاف كل ما مد يده على شيء يخاف إنه يضرب، هو لا يعرف ليش. يجب أن نترك الأشياء أمام الطفل ونخلي الطفل يستكشف ويلعب ويجرب، نحاول قدر المستطاع حتى منعنا للطفل للأشياء يكون بطريقة جميلة وبطريقة مبررة. مو دائما نقف أمام الطفل بطريقة يعني فيها شدة وفيها عنف. وكذلك الطفل إذا جاء يتكلم معنا ويطرح فكرة أو يطرح رأيه، علينا أن نستمع لهذا الرأي وأن نصفق له. وممكن أحيانا لحظة والله فكرتك جميلة، خليني أسجلها، إيش رأيك في كذا يا ابني، إيش رأيك في اللون الفلاني يا بنتي، هذا يناسب هذا. ترى الأم اللي تجي تستشير بناتها الصغار في أشياء ربما يكونوا صغار البنات، لكن لما تستشيرهم إيش رأيكم اللون هذا مع اللون هذا يمشي، طيب إيش رأيكم نحط البنت تشعر بأنها تكبر وتشعر أن أمها تقدرها وتحترمها، فتزيد ثقتها بنفسها وفعلا تكبر تلك البنت. لكن الطفل الذي نقوده ولا نستشيره، حتى تجينا نتمشى هو ما يعرف أصلا فين رايحين إلا لما ينزل في المكان، لا رأي ولا حد يستمع له، وربما حتى أحيانا نقاطع كلامه إذا جاي يتكلم، يطلع دائما ضعيف ولا يؤثر في الآخرين. طيب الآن يا أخواني أخواتي نبغى ندخل على، يعني أكيد بعضكم يقول الآن طيب ابني ضعيف شخصية ماذا أصنع، يعني والله عنده ضعف شخصية، عنده اهتزاز، كيف، هل في إمكانية أني أعدل هذا الضعف، في إمكانية أني أستدرك هذا الأمر، ولا خلاص فاتت الفرصة؟ لا بإذن الله في إمكانية، يجب علينا أن نعدل وسائلنا التربوية وأساليبنا، ونحاول أن نعيد طريقتنا في تربية الطفل وطريقة نظرتنا للطفل وطريقة تفاهمنا مع الطفل، وبإذن الله تعالى سنعيد الطفل، سنعيد الثقة للطفل من جديد إن شاء الله تعالى. طبعا هو أفضل أنها تكون في السنوات الأولى، السبع سنوات الأولى ولا شك، ولكن نستدرك ما يمكن استدراكه. طيب طفلي ضعيف شخصية ماذا أصنع؟ يجب علينا، سواء طفلك ضعيف شخصية أو قوي شخصية، يجب عليك أن تكسب طفلك الحاجات النفسية، أن تعطي طفلك الحاجات النفسية، أن تغدق. إيش هي الحاجات النفسية؟ ها؟ إيش هي الحاجات النفسية؟ الحاجة للحب، الحاجة للتقدير، الحاجة للأمان، الحاجة للاحترام، الحاجة للاحتواء، الحاجة للاستماع، الحاجة للمدح والثناء، كلها حاجات إحنا الكبار نحتاجها، فما بالك الأطفال الصغار. الطفل يحتاج إلى حضن، يحتاج إلى كلمة جميلة، يحتاج أن نستمع له، يحتاج اهتمام. فهذه الأمور يكبر معها الطفل وتنمو شخصية الطفل، ويشعر الطفل معها بالارتياح والثقة بالنفس، ويشعر بالسعادة لما يكون في أسرة تعطيه هذه الأشياء. كذلك الطفل يحب أن يرى الأب والأم متماسكين ومحترمين بعضهم ويحبون بعض، وأسرة قوية متماسكة، لأن هذا الشيء ينصب على الطفل. حتى لو كانت الأم مطلقة ولوحدها تستطيع أن تري أبنائها أنها قوية وأنها مرتاحة نفسيا وسعيدة في حياتها، وتحاول أن تعطي الأطفال ما يمكن أن يعطيهم أي أب وأم على وجه الحياة، وبإذن الله تعالى سيصبحون أقوياء. يعني لا نستسلم أبدا، دائما نحاول أن نكون، أن نظهر أمام الأبناء مظهر حسن، مظهر إيجابي، مظهر قوي. هذه الأشياء تبني الأبناء وتساعد الأبناء على النمو. اثنين من الأشياء التي تزيد الثقة بالنفس وتنميها عند الطفل، إكساب الطفل المهارات. يجب علينا أن نكسب الأطفال أكبر قدر من المهارات. ما هي المهارات؟ المهارات أنواع متعددة، هناك مهارات حركية، مهارات حركية مثلا خلينا نقول مهارة لعبة كرة القدم، مهارة الرقص عند البنات الصغار، مهارة الزينة، مهارة مثلا أشياء رياضية، ركوب الخيل، السباحة، أي مهارة يكتسبها الطفل جديدة هي زيادة في الثقة بالنفس، لأن المهارة تلفت نظر الآخرين وتعطي الإنسان ثقة بالنفس إنه أنا أستطيع، أنا لدي مهارة جديدة، أمتلك مهارة جديدة. فإذا امتلك الطفل مهارة جديدة لفت نظر الآخرين له وأصبح محط أنظارهم، وهذا الشيء يعطيه دافع يصفقون له الآخرين، هو يشعر أنه قادر، أنه فعل شيء إيجابي، فتغذية راجعة في الدماغ أنه أنا ممتاز ورائع وأستطيع. طيب
هل يمكن أن يساعدك يعني الناس الآخرين مثلا المعلمين والمعلمات في تنمية المهارات لدى الطفل وبناء الثقة بالنفس؟ نعم، إذا كان طفلك يحفظ أبيات شعرية مميزة وهو كان ثاني ابتدائي، المعلم يقول له يا ابني تعال اطلع على المسرح وألقي الأبيات اللي تحفظها، تمام، وراح يلقيها الطفل ويصفق له الآخرون، لو جاء يأخذونه من المدرسة يشارك في مشاركات ومسابقات، هذا تزيد ثقة الطفل بنفسه. في الملعب إذا نزل ابنك تعال نبغى محمد معنا لأنه مميز في الكورة، كل واحد يبغاه، والطفل اللي ما يعرف يلعب كورة، الظاهر الصوت راح، خلونا ننتظر شوية، الصوت موجود؟ في صوت ولا معلق؟ في صوت واضح ولا ما في صوت؟ تمام، أهم شيء الصوت، ما علينا من الشاشة. طيب، لكن الطفل الآخر اللي ما يعرف يلعب كرة قدم، إيه واقف ويتم التقسيم، كل واحد يعني يأخذون الفرق وهو آخر واحد يأخذونه كذا تكملة عدد، هذا الشيء أكيد يضعف شخصية الطفل، يضعف شخصية الطفل، يشعر الطفل إنه أنا ما حد يبغاني. لكن ضروري إن إحنا نعود ابننا على الكرامة، وإنه إذا تحدث ما نضغط على الطفل داخل البيت ونضرب الطفل دائما ونسكت الطفل. صدقني إذا أهين الطفل داخل البيت راح يقبل الإهانة خارج البيت، ولو أوذي خارج البيت راح يعني يتنازل وراح يعني يطأطئ الراس ويستسلم للآخرين، وربما تسلب حقوق الطفل بسبب ماذا؟ بسبب التربية الضعيفة داخل البيت. لكن إذا ربينا الطفل على الاحترام الذات وعلى الثقة بالنفس، وإنه يعني يأخذ الحقوق وبكل أدب وبكل شجاعة، إنه إذا شيء ما أعجب يقول لا هذا الشيء ما أعجبني، أنا ماني موافق على هذا الشيء. لكن لو شعر الطفل إنه مسلوب الحقوق داخل البيت دائما يعني يهان ويضرب ويذل ويحتقر، هو سيكره نفسه الطفل ويقول أنا ضعيف شخصية وأنا ما لي قيمة، فيأتيه يعني تفكير، لأنه الطفل هو صغير دائما يأخذ تقدير الذات والثقة بالنفس من الوالدين، من اللي يقول ما في صوت؟ في صوت ولا ما في صوت؟ طيب إن شاء الله ما في صوت، ما أعرف، أظن الصوت يروح يجي، ما أعرف ليش والله، الحمد لله. هاي بنات في صوت؟ واضح الحمد لله. طيب لو الطفل يعني أهين داخل البيت وأذل، سيشعر إنه ضعيف، ودائما الطفل ترى يكون فكرة عن الذات من الوالدين من المحيطين به. لكن إذا كبر الإنسان يكون تقدير الذات من الإنجازات بشكل أكبر وبشكل أصغر من كلام الناس، أما الطفل العكس، بشكل أكبر من التغذية الراجعة اللي تأتي من الناس، وبشكل أقل اللي هو الإنجازات التي يصنعها الطفل. فيجب علينا أن نساعد الطفل على أن ينظر إلى نفسه نظرة واقعية، نظرة صحيحة، نظرة فيها تفاؤل، فيها ثقة، حتى يحقق الإنجازات بإذن الله تعالى. طيب، من المهارات التي ممكن نكسبها للطفل مهارات اجتماعية، يعني ندرب الطفل على فن الاستماع، فن الحوار، فن مثلا كيف يصب القهوة للضيوف، كيف يبتسم، كيف يستأذن، كيف يعني كيف يكون لبق في الحديث، كيف يعتذر، كيف يشكر، لأن هذه الأمور تزيد الطفل ثقة بالنفس، لأن الناس ستقبله، سيصبح متحدث جميل وبارع ويستطيع أن يتواصل مع الناس بشكل صحيح، بينما الطفل الذي لم يكتسب مهارات اجتماعية سيكون ضعيف ومن السهل أنه يعني يتردد ويشعر بالضعف أمام الآخرين. أيضا من المهارات التي يجب أن نكسبها الطفل مهارات لغوية، يعني يتعلم مثلا أبيات شعرية، يتعلم القرآن، يتعلم الأحاديث، عشان يستطيع أنه يقرأ بشكل واضح، يستطيع أنه يلقي أمام الآخرين، لأن هذا تزيد الطفل، وغيرها من المهارات، في مهارات عقلية، مهارات فكرية، مهارات ألغاز، يجب علينا أن
نضخ في الطفل الكثير من المهارات، وأن نعطي الطفل الكثير من الحاجات النفسية حتى يمتلئ الطفل ويشبع الطفل، وبالتالي ستقوى شخصيته بإذن الله تعالى. أيضا يا أخواتي أخواني، نكسب الطفل المسؤولية، المسؤولية إنه الطفل يتحمل مسؤوليات على قدر سن الطفل من يوم هو صغير، ما نقول لا خليه يكبر ويأخذ المسؤولية، يجب أن يتحمل الطفل مسؤوليات من الصغر حتى يستطيع الطفل أنه يعني يعيش حياته بشكل طبيعي، أنه يقدم، يشعر أنه والله عضو فاعل، يستشار داخل البيت، يؤدي مهمات، أنه مثله مثل الآخرين ولله الحمد. هذه أمر في غاية الأهمية، أن نكسب الطفل المسؤولية. أيضا أن نساعد الطفل في الاستقلال، يعني مو دائما نكون من خوفنا عن الطفل ما نخليه يعني مستقل، نخليه دائما محتاج لنا، احنا اللي نصحي الطفل واحنا اللي نفتح له المنصة واحنا اللي نسمع الواجب ونكون لا، خلي الطفل هو يتحمل مسؤولية نفسه، خليه يعرف العواقب، خليه يعني يفهم انه الحياة فيها مسؤوليات وانه في حقوق وفي واجبات، ويوم يلعب مع الأطفال الآخرين يعني يعرف انه في نظام في اللعبه، واني انا انتظر دوري، مو على كيف الحياه، انه انا كيف اكسب ثقه الناس، كيف العب لعب جماعي، هذه اشياء مهمه للطفل. ايضا من الاشياء ادرب الطفل على القراءه، اغرس في الطفل طموح، اهداف ساميه يحققها، لانه تحقيق الاهداف يجعل الطفل يحافظ على وقته ويشعر انه انسان محترم. لكن الانسان اللي ما عنده اهداف وقته يضيع، هذا ضعيف الثقه بالنفس. الإعجاب، أن نمدح الطفل، نثني على الطفل، نشكر الطفل باستمرار، لكن بقدر متزن وفي الأشياء التي فعلا يجيدها الطفل. يعني هذا منهج نبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمدح يعني أصحابه بالأشياء الموجودة فيهم. يعني أبو هريرة تلقى لما سأل النبي قال من أحق الناس بصحابتك يوم القيامة، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف كيف المدحة والجميلة، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، عمر بن الخطاب الفاروق، أبو بكر الصديق، معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام وغير ذلك، رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا ما أودي يعني أخذ الوقت عليكم، والله أني طولت، لكن يعني هذا باختصار. والآن نبقى مع الأسئلة، مع الاستفسارات، مع مداخلاتكم، فتفضلوا. الأخت اللي كانت تجمع الأسئلة مشكورة، يعني لو تقرأ علينا بعض الأسئلة وشكرا لكم لحسن استماعكم. أهلا فيك دكتور نايف، وجزاك الله خير، شكرا على هذا اللقاء. الآن الحين مع فقرة الأسئلة اللي جمعناها من الكومنتات. أول سؤال كان موجود اللي كيف نقوي ثقة الطفل، تقريبا تكلمنا عنه في اللقاء. أي جاوبنا عليها تمام. طيب في سؤال ثاني اللي هو كيف نقوي شخصية الطفل من عمر 6 سنوات؟ يعني المقصود لو كان الطفل في البداية تربى تربية فيها ضعف شخصية وما فيها اهتمام، هل ممكن استدراك ذلك؟ إحنا ممكن جاوبنا على هذا الأمر، إنه يمكن أن نستدرك هذا الأمر ونعيد للطفل الثقة بالنفس، نكسب الطفل مهارات، نحاول ان احنا نستمع للطفل كثير، نخلي الطفل يعبر عن المخاوف التي اكتسبها في السنين الماضية، لانه الطفل احيانا يمر بمخاوف، يمر بتجارب سيئة، يمر بتجارب فيها ضعف شخصية، فنحن نستمع للطفل من جديد، نعطيه مهارات جديدة، نحاول نعطي الطفل مسؤوليات يمارسها، نحاول إذا كان الطفل يشعر بأنه والله ما حد يحبه في البيت، أو والله يعني فيه مثلا أنه في يقدم عليه غيره من إخوانه أنهم أفضل، لا نحاول من جديد نرمم ما يمكن ترميمه، نعطي الطفل مثلا يقرأ قصص جديدة ونشجعه باستمرار، نبحث مثلا الأم والأب يجلسون مع بعض يقولون طيب طفلنا ذا اللي يعني واضح أنه كذا زعلان علينا وشايف أن احنا ما احنا مهتمين فيه، ما هي أهم صفة إيجابية في هذا الطفل؟ طبعا أكيد كل واحد منا لازم عنده إيجابية في حياته، لا تقول لي والله ابني ما فيه ولا إيجابية وما، لا لا فيه إيجابية، حتى لو كان ضعيف في الدراسة ومقصر فيها وكذا،
تلقى مثلا عنده إيجابية الكرم، عنده إيجابية مثلا يمكن الصدق، يمكن عنده إيجابية يعني الفزعة. فأنت امدح هذه الإيجابية بشكل متزن، وسيشرق ابنك بإذن الله تعالى من جديد، لأنه إذا مدحت صفة راح تكبر هذه الصفة ويشعر ابنك معها بالثقة، وراح تزيح الصفات السلبية من طفلك، ويصير فيه تواصل بينك وبينه إيجابي وقناة اتصال، وبالتالي تستطيع التأثير فيه بإذن الله تعالى. تفضلي. في سؤال ثاني مكتوب: ولدي عمره 11 سنة، عنده تشتت عجيب بالرغم من أنه يفهم ويحفظ، لكن لا يحب الارتباط بالمسؤولية، فهو لا يجلس على المنصة ولا يحل واجباته، ولو سأله المعلم يجاوب بطريقة صحيحة، ولكن لا يلتزم ولا يرفع يده، وهذا يؤثر عليه. هو مثل هذا الطفل اللي ذكي ويستطيع لكنه لا يريد، أكيد هناك سبب. أنا أدعو الأم والأب إلى التأمل، ما هو السبب؟ قد يكون السبب عناد عند الطفل، وشعور أنه بعدم اهتمام الوالدين، إحنا ما نعرف، يشوفون إيش الأشياء اللي مقصرين والديه فيها ويحاولون أنهم يلبونها له. أحيانا يكون بسبب الدلالة الزائد، أنهم يعني ما يحملون المسؤوليات، وإذا عانت استسلموا ووفروا له الشيء الذي يريد، فهو يريد الراحة ولا ما أبغى المنصة، فتلقى الأم تتعب وتروح تسمع وتروح للجروب وتأخذ الواجبات وتعطيها ابنها. غلط، يجب عليك أن تجعل الابن هو المسؤول عن واجباته مهما كان صغير، هو المسؤول عن هذه الأمور، و يعني بالتواصل الإيجابي. قد يكون التشتت بسبب أنه مشغول بألعاب إلكترونية بشكل كبير، فهو لا يريد الجلوس على المنصة، يريد أن يرجع إلى ألعابه. وأنا ما ألوم الأطفال، ترى جزء من التضجر اللي يعيشونه الأطفال، ترى العمل مو بسيط يا جماعة، ترى جلسة 5 ساعات يعني على الجهاز، ترى يحتاج إلى صبر. فممكن الوالدين، إذا مريتي من عند ابنك وهو جالس، الله يقويك يا ابني ما شاء الله، الله يسعدك، والله أنا عارف إنه هذا الأمر يعني فيه صعوبة وإنه فيه إزعاج، بس يعني مرحلة إن شاء الله وتعدي، وما شاء الله خلاص الفصل الدراسي قرب يخلص الآن، وبعدها تأخذ إجازة وإن شاء الله الأمور تتحسن. إذا جاء يشتكي استمعي له أيتها الأم، وهو يشتكي والمنصة تعب وأنا مرنت وظهري انكسر وأنا تعبت من، استمعي له وقولي والله كلامك صح وكذا، لكن ترى كل الأبناء يعانون مثل هالمعاناة وصابرين. استماعك للابن وتفاعلك مع هذه المشاعر يعطي الطفل قناعة إنه في أحد يفهم، وهذا أمر مهم. تفضلي. في سؤال: كيف أحافظ على ثقة طفلي بنفسه مع تأخره لغويا؟ هل هذا التأخر لغويا بسبب يعني مثلا إيش السبب؟ هل هو بسبب عضوي يعني عنده مشكلة في النطق؟ هل هو بسبب نفسي يعني عنده مشكلة نفسية يحتاج إلى علاج؟ نحاول أول شيء أن نقضي على السبب وأن نحل هذا السبب، ثم بعد ذلك بعد ما ننهي هذا السبب بإذن الله تعالى، نحاول أن نلفت نظر الطفل إلى الإمكانات والقدرات الأخرى غير اللغة. طبعا الإنسان مكون من إمكانات متعددة، يعني مو شرط أني أنا مثلا عندي اللغة، عندي مثلا عندي تأتأة، أنا أشوف الذكاء، أشوف الإنجازات، أشوف مثلا براعتي في الرسم، أشوف مثلا شكلي جميل، أشياء أخرى، صدقي، قوة إرادتي وعزيمتي لإثبات ذاتي. أروي للطفل قصص فيها نجاحات لناس مشابهين له يعني عندهم تأخر في اللغة مثلا، وكيف نجحوا وأصبحوا يعني بارعين جدا وحققوا إنجازات كبيرة. مثلا هذه اللي لديها قصص منتشرة في العالم، أجاثا كريستي مثلا، يعني ورد إنها كانت متأخرة لغويا في بداية حياتها، وبعد ذلك شوف نجحت نجاح باهر، وغيرها من النماذج. كثير من الأحيان يبدأ الإنسان بدايات ضعيفة وبسيطة ثم يحقق إنجازات بفضل إيش؟ بفضل الصبر والعزيمة والإرادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. في سؤال: كيف أشجع بنتي ما عندها ثقة في نفسها وخوافة؟ احنا تكلمنا عن هذا الأمر، انه يعني قد تلاحظ انه ابنك فيه خوف وما عنده ثقة بالنفس ومتردد. تكلمنا انه تحاول تكسبها مهارات، تحاول تشوف السبب، يمكن ينقصها احتياجات، يمكن بسبب انها ما تختلط بالآخرين، يعني ما هيأتم لها الفرصة انها تكون علاقات مع اللي في نفس سنها. هذه مهمة يا أخواتي، انه الأطفال نخليهم يعني يبنون علاقات، لأنه الطفل ينمو
حينما يحتك مع الأطفال اللي في مثل سنه تحت رقابتنا، ندخلهم أندية مثلا للتدريب على فنون معينة، على مهارات، نتواصل معهم بشكل إيجابي حتى يعني نعيد الثقة للأطفال من جديد. أهم حاجة عندي نحاول نفهم السبب قبل ما يعني تحاول تسوي أي عمل. اعطي نفسك وقت أيتها الأم لفهم السبب الذي أدى، يعني لا تشغلين نفسك في المظاهر، والله بنتي تقضم أظفارها، بنتي تتبول لا إراديا، بنتي تخاف، ما السبب؟ ربما يكون في أسباب خفية لا تعلمونها، ربما يكون بسبب تعاملك أنت وزوجك معها، ربما يكون في أشياء رعب تشوفها وخوف، ربما يكون بسبب مثلا تعرضت لموقف معين تحرش أو 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 غيره، ربما يكون في أحد يعني يتنمر عليها وأنتم ما تعلمون، ربما يكون في نوع من الصراخ، ربما يكون في عدم الأمان. أحيانا يكون بعض المشكلات الزوجية بين الأم والأب متطورة، وأحيانا يكون حتى في غرفة النوم والأبناء يسمعون الخصام والشدة، فيحصل عندهم نوع من يخافون إنه الأسرة تنفك، ويبدأ يفكر الطفل وما يجي النوم ويقعد خائف على هذه الأسرة. فابحثوا عن السبب وإن شاء الله تصلون إلى الحل. في سؤال، كيف أحافظ على استمرار قوة الشخصية في عمر 11 سنة؟ عيد السؤال بالله. كيف أحافظ على استمرار قوة الشخصية في عمر 11 سنة؟ نتعامل أول شيء نعرف السمات العمرية التي يعني تناسب هذا العمر، وهذه موجودة يا أخواتي أخواني. يجب علينا كآباء وأمات أن نعرف مثلا الطفل من 4 سنوات إلى 6 سنوات ما هي أهم السمات الانفعالية الجسمية الاجتماعية حتى أستطيع أتعامل مع الطفل بشكل صحيح. إذا بلغ الطفل من 7 سنوات إلى 9 سنوات إيش التغيرات اللي تظهر على الطفل قبل المراهقة مثلا من 11 إلى 13، هذه المرحلة اللي فيها تهيؤ يعني انفعالي عاطفي وجداني للتغير لمرحلة جديدة، كيف أتعامل معها؟ يعني يجب علينا نحن نثقف أنفسنا في هذه المجالات حتى نستطيع أن نتعامل مع الطفل بإذن الله بشكل صحيح. وأهم شيء أن نبني علاقة إيجابية مع الأطفال. الطفل يكبر ونحن لا نشعر، تجد الأم أحيانا يتعاملون مع الطفل كأنه 3 سنوات أو 4 سنوات وهو يكبر وينضج ويبغى أحد يعامله باحترام، يعامله كرجل، وهم لا زالوا يعاملونه طفل صغير، فهذا يزعج الأبناء كثيرا. يجب عليك أنك دائما تحدث طريقة تعاملك مع أبنائك. ربما كنت تتعامل مع أبنائك مثلا بخوف زائد، كبر الطفل شوية لا اسمح له. يعني أنا أستغرب مثلا زي هذا عمره 11 سنة ممكن ترى تسمح له يروح البقالة يجيب لكم أغراض، ممكن يعني يرتب لكم أنتم طالعين الرحلة، هو المسؤول عن بعض الترتيبات، تسمح له في بعض الاستشارات. ترى هو بدأ ما شاء الله يكبر، بدأ يفكر، بدأ يحب يعزم، يحب مثلا يدعو أصدقائه، يقدم لهم شيء. ساعدوا ابنكم على هذا الأمر. في سؤال يا دكتور، بنتي عمرها 8 سنوات وتتأثر مشاعرها بسرعة معي شخصيتها جميلة وعندها ثقة بنفسها، لكن أمام الآخرين بسبب سوء التعامل مع حساسيتها المفرطة تفقد ثقتها بنفسها، فكيف أعززها في مواجهة الآخرين؟ هو يعني هي سمات معينة، بعض الأطفال تلقى عنده مثلا الحساسية زائدة قليل، بعضها نازلة. عموما نحن نتعامل مع الطفل بشكل طبيعي، مراعاة المشاعر بشكل غير طبيعي يسهم في زيادة الحساسية، واحتقار مشاعر الطفل برضه يسبب كبت للطفل. نتعامل مع الطفل بشكل إيجابي، وأنا أنصح هذه الأم تحاول تدمج بنتها أو طفلتها مع الآخرين. يعني صديقاتي خليهم يتكلمون مع بنتك، إذا اتصلوا عليك أو كذا خليهم يكلمون بنتك، إذا زاروك في البيت أو تقابلتم في مكان يتحدثون معها بكثرة، يمزحون معها، يسوون معها علاقات. بنتك خليها تكون علاقات يعني خارج محيط الأسرة، مثلا مع الأطفال بنات أختك، لو رحتم مول معين أو سوق أو كذا أو مكان، خلي بنتك تلعب مع الأطفال اللي مختلفين. يعني لأن الطفل لما يبني علاقات جديدة ويشوف عوالم مختلفة في نفس سنه يفكك شوية من حساسيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا. إيش معنى بدا؟ يعني راح البادية ما عاد يقابل الناس، يصير عنده جفوة وعنده غلظة وما يعرف يتعامل مع الآخرين، عنده حساسية زائدة. الذي يخفف من الحساسية الزائدة الاحتكاك بالناس ومعرفة حقوق الآخرين وحقوقك وكيف تتكلم معهم، لأن سبحان الله الحديث
يذيب الشحنات هذه اللي التوتر، الحديث، التواصل. ما تلاحظ إذا كان بينك وبين واحدة مثلا مشكلة وما تواصلت معاك تكبر المشكلة، والله مجرد اتصال وتفاهم تخف المشكلة، حتى لو بس استمعت لك وانت تتكلمين وحصل وحصل تخف المشكلة. فيجب عليكم أنكم تستمعون لطفلتكم وتدمجونها مع العالم الخارجي. في سؤال يا دكتور، أنه شكله تعليق على موضوع ذكرنا، مكتوب: وإذا كانت تفرح بالخبرات الجديدة لكن لما يجي وقتها يظهر العكس. مو مشكلة، يعني ممكن هي فرحانة بالخبرة الجديدة لكن وجدت أنه فيها عقبات، وجدتها صعبة البنت وكذا، عادي مو مشكلة. إحنا كذلك لا يمنع أنه أنا أفرح بالخبرات الجديدة أنه معناته ما أعاني من صعوباتها، أكيد فيها صعوبات، لكن أنا أقصد الدهشة الأولى، أنه عندك عند الطفل حماس أنه يتعلم شيء جديد، أنه يبدع، أنه يمارس. هذا الأمر يعني شيء طبيعي ويحدث. خلونا ناخذ اخر دكتور، في سؤالين يا سؤال. رضوان. طيب، يعني شوف، عندك أسئلة في الأسئلة عندك في الكومنتات الحين اللي تحت. شوف أكثر سؤال تبغى تجاوب عليه، يعني تحتاج إنه يحتاج أجوبة. والله انا يعني صعب، انا من الجوال ولدي يحب. طلبت مني يسويها، احاول امدحه واقول له المرة الثانية. طبعا يعني ممكن السؤال هذا تقول يعني ولدي يعني يبغى يسوي اشياء لكنه بسرعه يمل. يعني احيانا الاطفال كيف نتعامل مع الطفل الملول؟ يعني مثلا تلقاه يلعب لعبه شويه يجربها ثم بعدين تركها وراح تغيرها وراح. الطفل الملول يعني هو مؤشر على انه الطفل ترى عنده شغف وعنده يحب التغيير، ما يحب الروتين، وهذا شيء ترى اذا استثمرناه ترى شيء ايجابي. لكن علينا ألا نكثر من الألعاب عند الطفل، نطرح الألعاب بشكل مبالغ فيه أمام الطفل بحيث أنه كل شوية يأخذ لعبة ويروح للثانية، أو نجيب قصص مثلا للقراءة كثيرة، فالطفل تلقى يقرأ القصة الأولى وهو في ذهن القصة الثانية والثالثة والرابعة. أنا من الأشياء الجميلة أنك حتى القصص تجعلها لأبنائك بشكل متدرج حتى ينسجموا ويندمجوا مع اللعبة الجديدة، مع القصة الجديدة. ما نضغط على الطفل ولا نحكم على الطفل في البداية، بل نترك الطفل هو يعني يحاول يعني يتعود على الصبر وعلى الممارسة، وهو في النهاية تراهم أطفال، صعب يعني يمكث في حالة واحدة يعني بشكل طويل، فالأمر إن شاء الله بسيط. طيب، في طيف توحد، أنا ما يعني هذا مو تخصصي ما أبغى أجيب. هل هناك سؤال أخير نختم به عندك يا روان؟ في سؤال أخير أو كذا؟ في سؤال تقول: أنا طفلي دايماً يسألني هل تحبيني، يسأل والدته، بيني. فتقول إيش السبب؟ إيه، هل تحبيني؟ بكثرة السؤال. هذا السؤال هو طبيعي في حدود معينة، إنه الطفل يقول لك مثلاً تحبني، هو يريد أن حتى هو يشعر، يريد أن يشعر بهذا الحب، ويريد أن يسمع هذه الكلمة. هذه مو بس عند الأطفال، تلقاها حتى بين الأزواج أحياناً، تلقاهم مثلاً يعني هو يعرف إنه الطرف الآخر يحبه، لكن يحب أن يسمع هذه الكلمة باستمرار وبطرق مختلفة. كذلك الطفل، لكن في بعض الحالات إذا كانت متكررة جداً عند الطفل، أنتم تحبيني، أنتم ما تحبوني، هو مؤشر على ضعف تقدير الذات. يعني بعض الأطفال إيش يقول أنتم ما تحبوني، تحبون كل أخواني إلا أنا ما تحبون، أو يقول المعلم يسأل الجميع بس ما يسألني. هو عنده كذا شعور بالنقص ويركب على أن الآخرين لا يهتمون به. فسؤال الطفل المتكرر تحبيني ربما هو إما أنه ناشئ من نقص عند الوالدين، أو ناشئ من نقص عند الطفل يعني في تقدير الذات. يجب أن نعزز الثقة بالنفس بطرق مختلفة حتى نعيد الثقة للطفل من جديد، فتلقى الطفل حتى طلبه للحب وللاهتمام يكون معتدل. لأن الطفل اللي ثقته بنفسه عالية، حتى الاهتمام يعني طلبه من الاهتمام من الآخرين يكون معتدل. بس الإنسان الطفل الضعيف، أو حتى والله الكبار، يعني بعضهم تلقاه عمره 20 سنة 25 سنة وهو يشعر بفقر عاطفي وفقر مشاعر، تلقاه إذا يبحث عن الاهتمام من الآخرين تلقاه يعني مثلا يشكي لهم بكثرة عشان يسمع كلمات فيها يعني دعم وفيها إيجابية، وإذا حد مدحه ولا أثنى عليه تلقاه يميل لهذا الشخص ويذوب في شخصية هذا الإنسان. فهذا تحتاج منا إلى مراعاة وإلى اهتمام،
وبإذن الله أنها يعني تتلاشى إن شاء الله تعالى. طيب إحنا نبغى نوقف الآن لأنه الوقت راح وأنا كمان عندي موعد آخر. فأنا أشكر فريق طفلي يقرأ على هذه الاستضافة الكريمة، وإن كانت يعني عفوية وغير مرتبة وممكن تأخرنا فيها شوية، لكن الحمد لله فيها الخير وفيها البركة. أشكر جميع الحضور فردا فردا على يعني وعلى وقتكم الثمين اللي بذلتموه هنا، وجزاكم الله خير، وآسف إذا مثلا في إجابة يعني أسئلة ما أجبنا عليها أو أطلنا عليكم. شكرا لك دكتور، سعدنا بلقائك ولقاء ثري جدا، شكرا لك. الله يكتب أجركم وفي أمان الله، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله، استودعكم الله. شكرا شكرا.